أعزائي طاب توقيتكم من قناة الماس الفضائية، نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضاً لأهم أنباء هذا اليوم، وإليكم أبرز العناوين. إيراني يعتقد أنه كان على متن الطائرة الماليزية التي ما زالت مفقودة لحد الآن. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتفقد الأسلحة التي تم ضبطها في السفينة الإيرانية. اليابان تحيي الذكرى الثالثة للتسونامي وحادثة فوكوشيما. والآن إلى تفاصيل الأنباء. قالت مصادر صحفية في ولاية ميشيغان إن الولاية ستشهد زيادة في أعداد السياح لهذا العام بنسبة 1.5%، كما يتوقع ارتفاع نسبة إنفاقهم إلى 4.5% أكثر مقارنة بالعام الدراسي. وتأتي هذه التوقعات ضمن نتائج دراسات قام بها باحثان من جامعة ميشيغان، تم عرض نتائجها صباح اليوم في مؤتمر خاص بالسياحة عقد في مدينة ترافرس سيتي. وتعكس هذه التوقعات تعافي القطاع السياحي بالولاية من فترة ركود امتدت لنحو 10 سنوات، حيث تعد السياحة من أهم 3 قطاعات في هذه الولاية إلى جانب القطاع الزراعي وصناعة السيارات. أفادت مصادر صحفية في مدينة وينزر إن البدء بمشروع إنشاء جسر جديد يربط ديترويت ووينزر قد لا يشهد أي تأخير، على الرغم من فشل إدارة البيت الأبيض في تخصيص مبلغ 250 مليون دولار ضمن ميزانيتها الفيدرالية لإنشاء مركز تفتيش خاص بالجسر على الجانب الأمريكي من الحدود. وأضافت المصادر أن عمليات شراء الأراضي على الجهة الأمريكية المقابلة لنهر ديترويت قد تبدأ هذا الصيف، وأن أعمال بناء الجسر من المقرر أن تبدأ في عام 2016. وصل النجم العراقي سامر السعيد الذي شارك في برنامج The Voice إلى مدينة تورنتو بعد مشاركته المميزة فيه، وكان في استقباله عدد من محبيه، وكانت قناة الماس أيضا في استقباله. الزميل ماجد عزيزة وافانا بهذا التقرير. عاد نجم برنامج The Voice الفنان العراقي سامر السعيد إلى تورنتو بعد مشاركته في البرنامج الموسيقي الغنائي الشهير الذي تبثه فضائية MBC، وبعد أن استحوذ على إعجاب الجمهور والمدربين على حد سواء ووصل إلى مراتب متقدمة فيه. وكان في استقباله في مطار تورنتو جمع من الفنانين وأصدقائه وأهله وعدد من المعجبين والمعجبات بفنه، والذين استقبلوه بالورود والهلاهل. أترككم أعزائنا المشاهدين مع هذه اللقطات من استقبال الفنان النجم سامر السعيد في مطار تورنتو. شكرا على جي قناة مصر اليوم ليانا استقبال فناننا الغالي سامر السعيد، رجعت من ذا فويس. ونشكر حضورك استاذ ماجد ليانا اليوم حبيبي، وتحياتنا لقناة مصر. بدنا ننتظر هاي الدقيقة ينزل سامر السعيد الطيارة ونستقبل ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. مرحبا، نشكر قناة الماس جيتم ويانا اليوم، نحن منتظرين صديقنا وحبيبنا والنجم سامر السعيد، كنا بانتظاره وان شاء الله يقدم لنا شغلات اقوى واقوى، وهو دائما نجم. Thank you. حتى بضحكتك مرسومة الأحزان، الأحزان بفرق، خايف فرق، خايف سبب كل حزني هذا، سبب
بكل حزني هذا عندي بستان جنة على الأرض فاكهة وأغصان مقام الأنبياء وضرحة الجمهور صوت لي هذا ما راح أنساني في حياتي. أشكر على هاي الوقفة الحلوة، أشكر الشباب كلها ما أذكر أسماء وأنسى طبعا سلوان والشباب فادي واللي صوت من العراق ومن كردستان ومن أربيل ومن بغداد ومن كل محافظات اللي صوتوا من الجزائر صوتوا من ليبيا صوتوا من فلسطين صوتوا من المغرب. يعني إذا تشوفون الإنترنت راح تستغربون على محبة الناس. طبعا أنا انصدمت بالنتيجة ما توقعت ما أعرف شنو اللي صار. المهم الحمد لله شكرا على كل شيء. الوطن العربي كله صوت، صوتوا من أوروبا صوتوا من أمريكا صوتوا من كندا. شكرا لكم، انت اللي وصلتوني لهي المرحله. سامر ايش حصلت من هاي المشاركه؟ اكثر شيء حصلت محبه الناس صدقني. يعني انا بظرف الشهر مع العروض المباشره صار لنا شهر تقريبا حصلت محبه كبيره من الناس، حصلت جمهور مجترع، حصلت سنين طويله من الشغل الحمد لله والشكر دخل قلوبهم. هواي ناس زعلانين هواي ناس حزنانين، بس انا فهمتهم انه هاي مسابقه لازم يطلع واحد بالاخير. يعني هم البقوا 16 يستاهلون كلهم، يعني كل اصوات حلوه وتبقى هي مسابقه. تعرف انت مسابقه وبرنامج، برنامج بتصويت، برنامج باهداف. سامر اقول لك مبروك انت علينا حبيبي. اشكر اسلمك. طبعا انتوا اهل ابو عمر جبناكم من كندا وامريكا، رفعت راسي طبعا. طبعا شرف لي والله، رفعت راسي اهل كندا ما قصرتوا، رحم الله والديكم. ان شاء الله بتلكم صوره حلوه. ردت اغني موال عراقي، اغنيه عراقيه باخر حلقه قلت لهم ما قبلوا. طبعا انا ممنوع اغني عراقي لانه البرنامج عباره صار عن برنامج عراقي، احنا تعرفون مشاركين هواي عراقيين. لسوء حظي يعني ما توافق لي انه اغني اغنيه عراقيه. قلت لهم يعني يجوز تكون اخر حلقه لانه ماكو ضمان بالحلقه. ما رضوا، قالوا انت تغني اكثر من لون وقدم لنا لون ثاني. فقدمت اغنيه وائل جسار، طبعا كانت قد المستوى الحمد لله. استاذ عاصي كان، استاذ عاصي كان هواي زعلان، شافني وخابرني الصبح قال لي انا ضايج من النتيجه وكنت اتمنى اني اقدر اخذك يمي. قلت له بس صار اللي صار. قلت له كل مدرب يحب يحتفظ بطلابه. محمد ومروه كانوا من طلاب الاساسيين يم استاذ صابر، وانا كنت مخطوف من يم كاظم عنده، فكل اللي مخطفه وانا الوحيد اللي طولت لهي المرحله. يعني كلهم راحوا من البدايه، فالحمد لله والشكر هذا انجاز وصار اللي صار. بعدها نشتغل ان شاء الله، نرجع لبنان اكو هواي شغل والله كريم ان شاء الله. مبروك عليك حبيبي، مبروك عليك. شكرا، شكرا استاذ ماجد عزيزه، وشكرا لكل اللي جو الى المطار لاستقبال نجم ذا فويس سامر السعيد، وشكرا لكل الذين صوتوا واعطوا اصواتهم الى سامر من العراق، من كردستان، من عنكاوة، من اربيل، من سوريا، من العراق، من بغداد، من امريكا واستراليا وكندا. وكندا ما حقيقه كانوا واقفين على قدم وساق ويا سامر، وجبنا لكم احنا ذا فويس، نجم ذا فويس سامر السعيد الى كندا. مشكوره تردين الصدق ما قصرت، مشكوره تردين الصدق ما قصرت، مشكورة تردين الصدق ما قصرت، مشكورة تردين الصدق ما قصرت. ماجد عزيزة، قناة الماس الفضائية، كندا. يتلقى الأستاذ في كلية الطب بجامعة وين ستيت الدكتور حكمة جميل من الكلية البريطانية، أو بالأحرى شهادة زميل كلية الصحة العامة البريطانية، بالنظر للمساهمات العلمية والبحوث التي قام بها خلال مسيرته العلمية والتي خدمت البشرية بمجال الصحة العامة والتي هي أحد الأركان الأساسية لبناء الدولة الحديثة. علما بأن الأستاذ الدكتور حكمة جميل يقوم حاليا بالعمل مع وزارة الصحة العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إنشاء كلية الصحة العامة في العراق، وأيضا
يذكر أن الدكتور حكمة جميل سبق وأن منح شهادة زميل من الكلية الملكية لأطباء إيرلندا عام 1986 لمساهمة. أقامت الجمعيات العراقية لحقوق الإنسان حفلا بمناسبة يوم المرأة العالمية، وحضر الحفل جمعا من أبناء الجالية العراقية والعربية، وألقيت كلمات بهذه المناسبة تحدثت عن وضع المرأة في العالم بشكل عام وعن وضع المرأة العراقية بشكل خاص. وقد أبدى الحضور آراءهم عن القانون المثير للجدل بجواز زواج القاصرات في العراق. التفاصيل في سياق هذا التقرير. 1325 إلى عوام. أقامت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية احتفالا بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في الأمس الأول في فندق دبل تري في مدينة ديربون. حضره عدد من ممثلي المنظمات المجتمع المدني وبعضا من الحقوقيين. المرأة إذا عندها حلم شقد ما يكون صعب ممكن تحقق حلمها. كلتنا جينا لهالبلد وكان عندنا أحلام، أخذنا من هالبلد الأشياء الزينة ونجحنا بيها، وهسه رجعت أنا طبعاً للعراق والكردستان ودول أخرى طبعاً على مود أساعد الشعب العراقي شعبي وبلدي. في البدء أحييكم وأحيي هذه الفضائية الراقية والمنبر الحر اللي هي فضائية الماز، ونتمنى لها النجاح إن شاء الله والمسير في خط الإعلام الشريف. الجمعية العراقية تعودت أن تقيم هذه الاحتفالية كل سنة. كل سنة إحنا نقيم هذه الاحتفالية بيوم المرأة العالمي، وندعو السيدات من كل الوطن العربي بما فيهن طبعا العراقيات أيضا لنتدارس فيما بيننا، إضافة للاحتفالية نتدارس الوضع، وضع المرأة العراقية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري عليها من هنا وهناك في كل بلدان العالم، ولنا رأي خاص في مسألة نضال وجهاد المرأة بعيدا عن الانضمام إلى الأعمال اللي هي لا تستحق المرأة أن تكون فيها. ندافع عن المرأة العراقية أينما كانت سواء بالمهجر أو في الداخل. واليوم إحنا استضافينا القاضية إيمان ججوني دامان لتسلط الضوء في محاضرة دور المرأة الريادي والقيادي في هذا الظرف. يعني العلم هو الأساس، العلم والتعلم هو أساس السلاح المرأة دائما بكل المواقف وبكل العصور وبكل المجتمعات. يعني وأني أشجع وأحفز كل النساء أنه يتعلمون في الشيء ولو شيء بسيط، أقلها لما تفقد الزوج أو تفقد الأخ أو تفقد الإنسان اللي هو يعيلها تقدر هي تعيل زوجها وتعيل العفو نفسها وأطفالها واللي وتقدر تواصل حياتها. كما تخلل الحفل محاضرتنا القتها القاضية إيمان ججوني دمان، تحدثت فيها عن حق المرأة في المهجر وشددت على ضرورة أن تكافح المرأة وتكابد من أجل نيل حقوقها الكاملة. تكافح وتجادر حتى يكون عندها الحق في الولايات المتحدة، وهذا الشيء اللي أحب بعدين أن أدمجه بالمرأة العراقية اللي اليوم أو خلال 10 سنين المضت رجعت 100 سنة لورا، فهي كلها بالمكافحة والمجادرة. أي شخص إن كان مرأة إن كان عرقة غير شكل أو لونة غير شكل بالمكافحة والمجادرة يقدر ينال حقوقه، الحقوق اللي يسموها البيسك حقوق الإنسان اللي هي جدا بسيطة. وتخلل الحفل أيضا قصائد شعرية ومداخلات وأسئلة عن الموضوع. تخترق صوتي بسيل من الهمسات، أشك فيك لأني رسمت وجهك بين الفجر والصلوات، سرعان ما تهجر زهوري وأتوه بيني وبين حماقاتي. It influences me, not only me but everyone, every woman around the world. This is only because it's a good reminder for every woman to step back and see where we want to go, but not only where we want to go but also how far we've come, because we learn from our past and from our past we take what we've learned and we apply it to our future. This is only because by learning our history we're able to focus on the future and be able to make improvements of what we've done up until now.
إذن يشكل يوم المرأة العالمي فرصة للاعتراف والاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، كما أنه فرصة للإضاءة على جميع المشاكل التي تعترض هؤلاء النسوة نتيجة الظلم الاجتماعي وغياب المساواة بينهم وبين الرجال، وذلك في المجالات كافة. ولذا فإن معظم الأنشطة تحرص على تفعيل دور المرأة في المجتمع وتسليط الضوء على الحاجة إلى الربيع النسائي الذي يفترض تحقيق المساواة بين الجنسين. رامي صادق لقناة الماس الفضائية. ومن الأخبار المحلية الأخرى، تم افتتاح فندق جديد الكونتري إن أند سويت في مدينة ديربورن بحضور رئيس بلدية ديربورن جاك أوريلي. وقال أصحاب الفندق الذي ينحدر من أصول عراقية إنهم سعداء بافتتاح هذا الفندق الذي سيتيح فرص عمل جديدة في المدينة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. بحضور رئيس بلدية مدينة ديربورن جاك أوريلي وحضور المهتمين بالشؤون الفندقية، تم افتتاح فندق الكونتري إن أند سويت أمس بمنطقة ديربورن على ميشيغان أفينيو. تخلل حفل الافتتاح كلمة من رئيس بلدية ديربورن جاك أوريلي لقناة الماس، تحدث فيه عن أهمية سوق العمل التجاري وما لافتتاح عمل كالشؤون الفندقية في منطقة ديربورن من أهمية في تعزيز اقتصاد المنطقة. And one of the things is that a hotel like this offers people an opportunity to come here from other places, spend a week, weekend, whatever, take advantage of our museums, all the things we have to offer, restaurants. So it's part of that whole marketing. And this facility offers a really nice amenity, really nice rooms at a good price point. So it's very attractive to travelers. And so, and that's what we're looking to do with the new train station and high-speed rail and a lot of changes that are coming here in terms of transportation, making it easier for people to come here, then we need places for them to stay. So this is perfect timing to open this beautiful hotel at the time that we know we'll be able to draw more people to come to Dearborn and stay here. كذلك كان لقناة الماس وقفة مع مالكي الفندق والمدعوين لعرض آرائهم عن وأهمية موقع كونتري إن أند سويت هوتيل وما لموقع الفندق من أهمية بالنسبة للجالية العربية. هذا الهوتيل should be five star hotel, beautiful hotel, nice, 100 over 100 room, is a nice facility, beautiful made, is top line in a hotel. فتحنا بديربون المنطقة بدنا in a hotel, وبعدين حد الجالية العربية اللي بدهم يشتغلوا. نقدر نقول يعني كانترين يعني فندق يعني من أي ضيف يدخل له راح يحس بأنه هو يعني في بيته، يعني في يعني طريقة الستايل هالفندق المبني يعني بأنه إنسان يحب بأنه بيته، يعني الأميونيتيز اللي عندنا بالغرف شعر البيرسون بأنه هو مش بأي فندق عادي. يعني We are very excited to have the Country Inn open. It's going to be a beautiful establishment for the Dearborn, and we already have great turn from all of the locals and all of the guests that come from out of town. It's they are very, very excited, and we're excited to be here. في ختام حفل الافتتاح، تم قص الشريط الأحمر بحضور رئيس البلدية جاك أوريلي ورؤساء مجلس إدارة فندق كونتري إن أند سويت وحضور وسائل إعلامية محلية. ميسلون ثابت، قناة الماس. قالت هيئة النقل العام في ديترويت أنها بحاجة إلى سائقي حافلات وميكانيكيين، وذلك وفقاً لما نشرته على موقعها على الإنترنت. وأضافت الهيئة أن عملية التوظيف هي جزء من أولوياتها لتحسين الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين. يشار إلى أن مايك دوغن رئيس بلدية ديترويت كان قد أقال بول تولفر من منصبه مؤخرا كمدير لهيئة النقل العام بعد أن أعرب دوغن عن استيائه حيال طريقة تسيير حافلات الهيئة. إلى كندا، عقدت لجنة السيدات في رعية كنيسة مار يوسف في كندا اجتماعا مساء الجمعة الماضي للتداول في شؤون اللجنة ونشاطاتها المستقبلية للعام 2014.
وقدمت السيدة إيمان ناصر عرضاً لبعض المقترحات التي قدمتها السيدات الحاضرات التي بلغ عددهن 36 سيدة. ثم قدمت السيدة خالدة نعمي برنامجاً ثقافياً قدمت فيه بعض الأسئلة ووزعت الجوائز على المشاركات، ثم تمت مناقشة المقترحات بين المشاركات في الاجتماع. وهذه اللقطات قد أوردها لنا مراسلنا في كندا زميل ماجد عزيزة. نعود إلى الولايات المتحدة وموجة البرد الجديدة والعواصف الثلجية التي تسببت في شل حركة المواصلات بصفة عامة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من أن تلك الموجة ستكون أكثر تأثيرا في ولاية كولورادو وكنساس وأوهايو وميرلاند ونيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا وميزوري وكنتاكي. وبدأت الولايات المتحدة شهر فبراير الحالي بإلغاء عدد من رحلات الطيران بعدما اضطرت في الشهر الفائت بسبب موجات البرد والطقس السيء إلى إلغاء ما يقرب من 49 ألف رحلة طيران، فضلا عن تأخير ما يقرب عن 300 ألف أخرى عن موعدها. وأفادت الأنباء أن السلطات الأمريكية ألغت حتى الآن ما يزيد على 500 رحلة طيران بسبب موجة البرد الجديدة في شهر فبراير، فضلا عن تأخير واضطراب في مواعيد الرحلات، خاصة رحلات القطارات والمترو بين العديد من المدن في ولايات أمريكية مختلفة. نبقى مع الطقس البارد ونعود إلى كندا، حيث تسبب الانخفاض غير الطبيعي لدرجات الحرارة في كندا إلى حالة انجماد كبيرة في بحيرة أنتاريو العظمى وعدد من الأنهار التي تجري داخل مدينة تورنتو، ويمكن لهذا الانجماد أن يؤثر على الحياة المائية في تلك الأنهار. مندوبنا ومراسلنا في كندا الزميل ماجد عزيزة يوافينا بالتقرير التالي. أثر انخفاض درجات الحرارة الكبيرة هذا الشتاء على المسطحات المائية المنتشرة في عموم كندا، فقد تأثرت بحيرة أونتاريو العظمى بذلك الانخفاض بشكل واضح، حيث تجمدت شواطئها الممتدة على طول الساحل الذي يطل على داونتاون مدينة تورنتو والذي يقدر طوله بحوالي 10 كيلومترات، فيما تجمدت غالبية الأنهار التي تجري داخل مدينة تورنتو بشكل أثر على الحياة المائية داخلها، حيث بلغ سمك الطبقة المتجمدة في بعض الأنهار حوالي 80 سنتيمترا، مما يمكن أن يؤثر سلبا على كمية الأسماك الموجودة فيها، بحيث سيظهر ذلك التأثير على ممارسة رياضة صيد الأسماك التي يمارسها الكنديون بشكل كبير في موسم الصيف. مصدر بيئي كشف عن أن موجة البرد والعواصف الثلجية التي شهدتها مدينة تورنتو هذا الشتاء لم يشهد لها مثيلا منذ سنوات عديدة، وإن انجمادات المسطحات المائية بهذا الحجم الكبير سيؤثر سلبا على الحياة المائية في تلك المسطحات، وينتظر أن يبدأ الجليد الذي يغطي البحيرات والأنهار في مدينة تورنتو بالذوبان خلال الأيام القليلة المقبلة، متأثرا ببدء درجات الحرارة بالارتفاع والعودة إلى معدلاتها. عادت درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا، فتمكننا من الخروج لتصوير هذه اللقطات في مدينة تورنتو، لكن سواحل بحيرة أونتاريو العظمى والأنهار التي تجري داخل مدينة تورنتو ما زالت متجمدة. ماجد عزيزة، قناة الماس الفضائية.